اليوم الحلقة خصوصي لشهر يار مشان نطبخ له طبخة الحرق أصبعه. للحرق أصبعه بيلزمنا مقادير، ورح نعمل بعد الحرق أصبعه حلو بما أنه ضيفتنا شاكيرا، رح نعمل لها لاتورتورا. هيدا حلو اسمه لاتورتورا بالشوكولا. رح استعين بكتابي مشان اعلمكم اياه هون على الاصول. بيعوزنا للحرق اصبعه بطاطا المسلوقه، القرفه، اصابيع منقوعين بالملح من قبل بليله، وبيعوزنا البهار، عندنا البابريكا، بيعوزنا بندوره رونديليت، ونعنع حسب الطلب، وبصلي وبقدونس. ومنجيب المعكروني اذا بتحبوها الدنتي، منكون محرقصينا ومصفينا بالمصفايه. وعندنا المبرشي، مبرشي مش عايزينها الا اذا بدنا نبرش حدا من الاتصالات يلي بيجونا. معنا اتصال. الو الو الو، ايه اهلا شيف انطوان؟ ايه نعم، عندي فخاد وصدورة. نعم، شو بعمل فيهم؟ فخاد وصدورة فيكي اذا بدك بتنقعيهم بالرومارين لمدة 24 ساعة، وبترجعي بتحطيهم بالفرن على نار خفيفة، وان شاء الله جوزك يكون عم ينبسط بهالاكلات. نحنا بنرجع لهون على طبختنا يلي هي الحرق أصبعه. بتجيبوا الأصابع بتحطوهم بالطنجرة، هودي الأصابع، وبتحطوا فوقهم الخبز المحمص بكمية كبيرة مشان يعطون هالنكهة. ترجعوا بتحطوا فوقهم البندورة يلي كنا مقصصينا مص، وبيعوزنا هالكمية من البابريكا ما بيحرحر، وهالكمية من القرفة، وبتحركون وبتحطون على النار تكل واحد بياكل منهم يحرق أصبعه. وهيدي هي بتكون طبخة الحرق أصبعه. إذا عم بيشوفوها على الكاميرا كيف طلعت. وهيدي ألف صحتين لشهريار، يمكن تشوفوه بكرة بالمستشفى. هيدا لكان الطبق مزين مثل ما شفتوا، وألف صحتين. ما لحقنا نعمل الحلو التورتورة، إذا بدكن هيدا الطبق هو زيته بتزيدوله طراطورة وشوية سكر بيصير الحلو. ومثل ما شفتوا مشاهدينا، هيدي طبختنا الليلي، طبخة بتشطط الريلي، فيها بندورة وأصابيع وقرفة كتير. حرق أصبعه يا ويلي، وألف صحتين.